صبحكم الله بالخير مشاهدينا في هذا الصباح اللي يجمعنا بكم عبر منصتنا اليومية صباح الشرقية، اللي دائما ما نحرص كل صباح أن ننتقي موضوعات أكيد تناسب اهتماماتكم. صباح الخير يا عقوب. صباح النور يا عائشة، وصبح بالخير على كل من يتابعنا اليوم في برنامجنا الصباحي. الأجواء هذا الأسبوع بدأت تتغير والحرارة يوم عن يوم تزيد، لكن هذا ما يمنع أن نخفف عليكم مشاهدينا الكرام حرارة الجو، موضوعات صباحية لطيفة اللي نطرحها عليكم كل يوم. أكيد، والحين مشاهدينا خلنا نشوف الموضوعات اللي نتكلم عنها يعقوب في عناوين حلقتنا لليوم. منتزه الشرطة الصحراوي يسعد منتسبي الشرطة وعائلاتهم. منشد الشارقة الصغير بوابة للفن الهادف. الغاف شجرة تقاوم الأجواء الصحراوية. مشاهدينا بعد ما عرفنا عناوين حلقتنا اليوم بنخبركم أو بنطلع على آخر الأخبار في فقرتنا الخاصة بالصحف، سواء كانت الأخبار المحلية أو حتى الأخبار الرياضية. مشاهدينا، أول خبر أو أخبار اليوم تقريبا من صحيفة الاتحاد. الخبر الأول، افتتاح المرحلة الثانية من الحزام الأخضر بالشارقة. افتتح ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة المرحلة التطويرية الثانية لمشتل الحزام الأخضر، وذلك بحضور مساعدي المدير العام وجمع غفير من المهتمين بالزراعة. طبعا هنالك مشتلين مشاهدينا، اللي هي مشتل الفلاح ومشتل الحزام الأخضر، ويصل معدل الإنتاج السنوي للمشتلين 350 ألف شتلة، ويتم توزيع 150 شتلة على سكان الإمارة وكل من يحرص مثلا على انتقاء مثل هذه الأشجار ومن يرغب في أخذ هذه الأشجار. طبعا هذه تكون مجانية. نعم. أما الخبر الثاني أيضا مشاهدينا من صحيفة الاتحاد، بتكلفة 79 مليون درهم شؤون الضواحي تستقبل 92 طلبا لمعالجة الديون. كشف خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بأن الدائرة استقبلت 92 طلبا لمعالجة وتسوية الديون المترتبة على المتوفين المعسرين، تصل قيمتها الإجمالية إلى 79 مليون درهم. طبعا ويأتي ذلك في دور دائرة شؤون الضواحي والقرى بمتابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في إمارة الشارقة. طبعا هذه كانت مكرمة أو قرار إداري من صاحب السمو حاكم الشارقة أن يكلف دائرة شؤون الضواحي والقرى بمثلا أخذ الطلبات أو ديون أو طلبات ديون المتعسرين المتوفين، وأكيد إحالتها إلى المحاكم أو الجهات القضائية لتسديد هذه الديون من قبل لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة. نعم، مثل هذه المبادرات نقول أو هذه القرارات تصب في مصلحة المجتمع بشكل خاص، لكن حرص صاحب السمو حاكم الشارقة دائما على توفير الحياة الكريمة لمواطنين إمارة الشارقة، وخاصة المتعسرين نقدر المتوفين. يعني هذه من ضمن المكارم، يعني المتوفي تكون مثلا خيمة العزاء تقريبا 3 أيام إلى جانب مثلا أي شخص متوفي. يعني هذا مكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة أن تسدد جميع المديونات اللي عليه. صح. وفي خبرنا الثالث مشاهدينا الكرام من صحيفة الخليج، حقائب تدريبية ككادر تربوي في الميدان. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعدادها حقائب تدريبية مخصصة تستهدف أكثر من 113,500 كادر تربوي مختلف في التخصصات الميدانية والتربوية لتطوير مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم لتطوير هذه المهنية والتعرف على التجارب التربوية التي تساهم في بلورة منظومة تعليمية منفردة متطورة. وأكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم خلال افتتاح فعاليات منتدى الخليج الأول العربي للمعلمين الدور المحوري والأساسي الذي تضعه المعلمون في تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا وزارة التربية والتعليم معاشة دائما في تطور مستمر. أكيد. في دولة الإمارات نشاهد الآن في جل المدارس خلنا نقول التطور اللي شاهدناه مثل الآيبادات وغيرها من الكتب. نعم، يعني وزارة التربية والتعليم مثل ما ذكرت أن هنالك في تطور كبير من الناحية التعليمية، سواء كان للمعلمين أو حتى للمدرسين. يعني حقيبة إلكترونية أكيد مزودة بكل ما هو مهم للمعلمين.
المعلم، ودائما وزارة التربية والتعليم مهتمة في هذا الجانب أكيد من الناحية التطويرية سواء كان للمعلم أو حتى الطالب. نعم، وهذه كانت أخبارنا يا عائشة ومشاهدينا الكرام، والحين بنروح نشوف درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية. شاهدنا درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية. اليوم موضوع حلقتنا جدا مهم عائشة، وهو الترفيه في العمل. ممكن هذا الموضوع جدا مهم لطرحه. أصبحت الكثير من الدوائر اللي موجودة والجهات أنها تقوم بعمليات الترفيه أو بأنشطة الترفيه لموظفيها. يعني مثل ما نشوف أن الموظف أحيانا يتملل من الشغل، فهني الترفيه من خلال مثلا الرحلات الترفيهية، الأنشطة، الفعاليات، ممكن أنه يكسر أو يزيل هذا الجانب اللي هو جانب الملل من العمل. نعم. وشيء ثاني نقدر نقول تقوية الترابط بين الموظفين أو بين الأشخاص الموجودين في العمل. نعم. يعني الواحد لما يشغله وهو حاب مثلا الأشخاص الموجودين في بيئة العمل هني ينجز وينتج زيادة. صح. فمثل هذه الأنشطة، مثل هذه الرحلات، مثل هذا الترفيه ممكن أن يزيد من الترابط، فهني يتماسكون مع بعض أكثر وأكثر وأكيد إنتاجيتهم تزيد أكثر. صحيح، وعمل نشاطات أو فعاليات خلال مثلا المناسبات اللي تتكرر في السنة، مثل يوم المرأة العالمي، يوم السعادة، يوم الأم، مثل هذه الفعاليات خلينا نقول تزيد الترابط بين أفراد العمل. جميلة مثل هذه المبادرات. الترفيه في مجال العمل ممكن شيء مهم جدا، الخروج عن الروتين نوعا ما، روتين العمل. صحيح. روتين العمل، التجديد نوعا ما، خلنا نقول دائما مثل هذه المبادرات تصب في مصلحة العمل أولا وأفراد. نعم. العمل ثانيا. يعني كثير من الجهات مثلا موجود عندها قسم مختص بالسعادة، بالعلاقات العامة وغيرها من الأمور اللي دائما تحرص مثلا وضع مثل هذه الأنشطة، الفعاليات، الرحلات الترفيهية، ترى تلعب دور جدا مهم سواء كان للموظفين أو حتى الطلاب. ليش يحطون أو يضعون للطلاب رحلتين تقريبا سنويا؟ نعم. أكيد يخرجون عن روتين الدراسة، يزيد مثلا الترابط بينهم بين الطلاب، فهني ممكن أن يزيدون أكثر، حتى ممكن أن يزيد من مستوى ثقافتهم أكثر، خاصة الرحلات العلمية. نعم. فكانت نحن إذا تذكر آخر رحلة عدنا إلى مركز مليحة للآثار. نعم صحيح، مثل هذه الرحلات خلينا نقول تجدد العلاقات بين أفراد العمل. فالحمد لله مثل هذه المبادرات نشوفها في مؤسسة الشارقة للإعلام. طبعا بعد هذا النقاش مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.